لأن هذه المذبحة لن يستفيد منها إلا المجرمون، وأنتم تقولون أنكم ضد الإرهاب وضد المجرمين. نحن شعب كما تروننا نقاتل في سبيل الحرية، نقاتل في سبيل تأكيد الديمقراطية. لسنا إرهابيين ولسنا عملاء للعسكري تاريا، ولذلك نطلب منكم أن تكونوا عونا للحقيقة وعونا للديمقراطية وعونا للإنسانية جمعا. هذه دروس مستفادة أيها السادة، أيها الجمع الكريم، أيها الجمع الكريم، لا بد من التآلف ولا بد من الحب الصادق الذي يؤدي إلى التكتل وإلى إيجاد الشعب الواحد. أما الحواضر فأنا أنصحهم أن يبتعدوا عن محاضنة هذا المجرم السفاح. هؤلاء يجب أن ينتبهوا إلى ذلك ولا أن يحطموا الوحدة الوطنية. اليوم نحن في وحدة وطنية.